الوجبه اللي كنفرقوا بها الصيام حنا اش كتسمى؟ الفطور ياك. الصباح ملي كتفيق كتبغي تمشي للخدمه في الايام العاديه دابا دابا، الوجبه اللي كتاكلها الصباح قبل ما تخرج سميتها الفطور، يعني هي هي هذا هو الاصل ياك. مزيان، بيني وبينكم كتفطر دابا داكشي اللي كتفطر به فرمناه. الا بغينا نفطروا دابا في هذه الايام، غنخرج مثلا مع السبعه الصباح غنخرج للخدمه، الا بغيت نوجد هذاك الفطور اللي كنفطر به في رمضان، علاش العيالات خصهم يفيقوا؟ ما خصهمش ينعسوا باش نكونوا واضحين. لان ملي كنشوفوا دابا عيالاتنا من الظهر، انا نعطيك المعدل، من الظهر وهي في الكوزينه. تقدر دابا مع البليه ديال التلفازه تقدر تهز داك الشيء من الكوزينه وتجي تحطه في البلاصه اللي فيها التلفازه، ولكن راه هذيك البلاصه تحولت ولات كوزينه، المهم من الظهر وهي في الكوزينه. انت كتجلس كتجلس في الوقيته اللي كتكون تسخرات على كل شيء، ورجعتي انت من المغرب فرحان زعما راك اديتي العباده وجلسنا تندكو مع بعضياتنا وتناكلوا، هذاك الوقيته هي اللي كتجلس فيها. الى جلست من وراها من بعد كتضرب انت كرشك باش تحاول تجيب شي شويه ديال النفس، حيت الريه صافي تبلوكات ما بقى عندها فين تنفس، كتقلب على راسك يا اما تحبس بشي كاس ديال اتاي، ولا كتقول لها عصر عصر الحاجه شي قهوه كحل نهبطوا بها هذا الشيء، او لا شي والماس، الله اعلم كل واحد عنده التقنيه ديالو باش كيدك هذاك الشيء في جناب، تتنوض تتشلل من بعد كتخرج انت عاد بالك راه تمشي باش تفوز بالتراويح وتقول لها رمضان هذا وكذا الى اخره، علاش كدير ديك السينه؟ راه كتبقى جالسه كتقرقب في دوك المواعن جالسه كتغسل فيهم، وفي نفس الوقت راه جالسه كتنصب لك داك الشيء اللي غتجي تدكو من غترجع من التراويح. واحد من طعام الى طعام، ووحده من كوزينه الى كوزينه، شنو رمضان هذا؟ ملي كتجي تقلب كتلقى الدراري فينا هما راه جالسه كيصونيو على الديور وتيهربوا من ورا ورا، والله العظيم الا شفتو مع الربعه ديال الصباح في رمضان، مع الربعه ديال الصباح لا كنصليو الفجر مع ثلاثه ونص ديك الساعه، الربعه ديال الصباح حنا خارجين والدراري مازال ديك عبيتيه تيريره وجالسين كيصونيو في الدروبه ويهربوا، فينا هما الوالدين؟ والسيده النهار وما طال وهي جالسه كتخبط الى خير ملي طاحت طاحت الدوده. وصاحبنا الله اعلم عليه، الا كان من اهل الصلاه رجا من الجهه الاخرى، الا ما كانش من اهل الصلاه تا هو راه طيح دوده مع ما بين الماكله والقهوه والنشاط. فينا هما الدراري؟ الدراري ضايعين في الزنقه، علاش؟ ما اعددنا الام التي نرجو بها اعداد الامه. راه هي شي شويه الماكله والله العظيم، راه شي بريكولاج. راه ملي كتكون خارج للزنقه راه حتى واحد ما كيدوز لك السكانير يشوفك واش كليتي البسطيله ولا كليتي ولا ضربتي كاليطه والريم. راه كل شيء بحال بحال. كل شيء بحال بحال. إنما هي نزوات. خليوا العيالات يعبدوا الله عز وجل. هزها أنا كنقولها لا كنقولها، شوف هذه الناس هزيتها من كتافي وحطيتها فوق كتافك، ما تجي عندي غدا قدام سيدي ربي وتقول لي يا سيدي ربي راه كان كيتشهى عليا وقال لي دير لي إلى آخره، خبز وزيتون إلى جعنا، براد ديال أتاي، زويته والخبز، حطي لي يرحم لك الوالدين، اللي غنطلب منك حاجة وحدة، أي طويسين ديال التمر، باش نديروش في ديال السنة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، أن نفرقوا الصيام بالتمر، فمن لم يجد فحسوات من ماء. بغيتي تزيدي شي حاجه شغلك هذاك، ما تجيش عندي تقولي لي حق قال لا راه انا ما انا، ما كلفتك والو 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 والو، ما كلفتك حتى شي حاجه، السحور غادي نوض غادي نشربوا ميها غادي ناكلوا التميرات وندقوا على سلامتنا، اما ما تجيش تقولي لي كذا ولا هذه، سيري قراي كلام مولانا يرحم والديك، تفقهي في دينك الله يرضي عليك، نتعاونوا على دين سيدي ربي.